بدرس طب. خريج صيدله. خريج هندسه. هندسه القاهره. خريجه كليه اعلام. في حين امتحان العلوم 5 ابتدائي. اكيد هسقط. ثقه في اللي انا جاهل. اي حاجه اي ماده اي امتحان. امتحن. نجرب. السؤال الاول اكمل ما ياتي. ولد احمد عرابي بمحافظه القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه الشرقيه. الاول عايز على حسب. السؤال الاول اكمل ما ياتي. فاكهه الفراوله تبدو حمراء لانها تعكس اللون الداخلي. لانها تعكس اللون الاحمر فقط. تقريبا لان هو اتخذ الامام محمد عبده من صحيفه ديلي نيوز. تحالفت الدولتان المملوكيه والعثمانيه ضد الخطر المغولي. انا شفتها في جيم اوف ثرونز. اهتم محمد علي ببناء مصر الحديث على النسق العثماني. هو ايه النسق ده؟ اقل عدد من المناطق الصناعيه يوجد في محافظات ايه؟ اسيوط وسوهاج وقنا ولا القاهره والقليوبيه ولا بورسعيد والشرقيه ولا اسكندريه وكفر الشيخ؟ مش عارف ليه صعب اغني الاغنيه بتاعت حسين الجسمي. السؤال اللي جاي ده هيعمل مشاكل. ماذا يحدث عند مرور الضوء الابيض خلال منشور؟ هيظهر ريمبو. منشور غسيل. انت بتستخدم غاز الاكسجين في حاجه؟ اتوفي مصطفى كامل في فبراير سنه 1960. 1922 تقريبا. 1950. يخلفه في زعامه الحزب رفيقه في الجهاد سعد زغلول. شريف عامر. سعد زغلول. مش عارف برضه. قال مفيش فايده. السلطان انت بتخاف بيه، احنا امتحانين مختلفين. مؤشر الاميتر ينحرف عند تحريك سلك النحاس. مؤشر الاميتر ينحرف. تنوع مش تمام. بسبب تولد طاقه كهربائيه. خش يا ابني على السؤال اللي بعده. دعم محمد فريد الى انشاء مدارس ليليه. ليليه؟ لا عيب كده. وانا عايز ابقى حمام. تاني حاجه بقى عدم وجود النيتروجين في الهواء الجوي. مش هنزود الكاوتشات. عدل في الجلاء. ايه الجلاء؟ ده شارع. هو الجلاء الانجليزي على مصر يعني حاجه شبيهه كده اللي هو يعني مثلا ايه؟ يا رب سامحنا لان هفتي ده. نكبه او زي حاجه احتلال او كده يعني. فلز النحاس. لا السؤال ده مش هقدر اجاوب عليه. ايه فلز؟ العروه الوسطى.